بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين. أحبتي الكرام، العلاقات الاجتماعية والإنسانية والأسرية تبنى على التراحم والعفو والصفح والتغافل، لأنك لا تستطيع أن تجد إنسانا كما تحب وترضى وكما تريد وتهوى 100%. فلربما تجد إنسان فيه بعض الصفات التي توافقك، وتجد فيه صفات أخرى لا توافقك، فهذا لا يعني أن تلغي العلاقة والصداقة بينك وبين هذا الإنسان. وكذلك هذا الأمر مع الأولاد والأطفال ومع الأهل والزوجة، هذا شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في طباع البشر، هذا شيء موجود في طباع البشر، سواء كانت الألفة أو التنافر. لكن المهم النتيجة أيها الأحبة، النتيجة أنك ما تخسر الناس اللي عايش معاهم، ولا تهجرهم ولا تقاطعهم. فالإنسان لا يستطيع أن يجد صورة 100% كما يحب ويهوى في هذه الحياة. إذا اتفقنا على هذه القاعدة حتى نتابع في باقي الموضوعات، لماذا يحتاج الإنسان إلى العفو أحياناً والصفح عن الناس؟ لأنه أيضاً بحاجة بأن يغفر الله له وأن يعفو عنه، وهو بحاجة لأن يصفح الناس عنه. ونحن الآن في هذه الدقائق في ليلة الجمعة، وهي الليلة اللي ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فكل اثنين وخميس ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. فأنت هل عفوت عن إنسان؟ هل سامحت حتى يغفر الله لك بقية الأسبوع؟ هل خطر هذا في بالك؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما ترفع الأعمال إليه في الجرد الأسبوعي يقول: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. فتريد أن الله يؤجل أعمالك وصلاتك؟ أترضى بذلك؟ تريد أن الله سبحانه وتعالى يرد عملك لأنك رددت العفو والصفح عن أخيك أو عن زوجتك أو عن أقاربك أو أهلك أو من تحت يدك أو موظفين أخطأوا أو قصروا؟ فالإنسان يبذل النصيحة ويبذل الكلمة الطيبة، فإن مردودها أفضل من الكلمة السيئة. والنتيجة هناك كلمتان: كلمة شديدة وقاسية وفيها عنف وفيها أذى نفسي لصديقك ولمن تمشي معه ولمن له حق عليك، حق التربية، وكلمة لها مردود طيب إيجابي. الكلمتان هما في النهاية لإصلاح وضع هذا الإنسان، فأيهما تختار؟ اللي نتيجتها أدوم وأفضل، أم النتيجة اللي ممكن تمنع هالطفل عن فعل هذا الشيء ثم سيرجع وسيكره من نصحه؟ لننظر كيف نظر الإسلام إلى هذه القضية. يقول ربنا سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طبعا العفو هو الفضل وما أتى من غير تكلف. ممكن العفو يكون الزائد عن المال، الزائد عن مالك وعن حاجتك، وممكن أن يكون من كمال الأخلاق التي عندك، يعني أنت تستطيع أن تأخذ حقك
وتستطيع أن تأخذ حقك وزيادة، وتستطيع أنك تعفو. فهذا العفو فضل وتكرم منك، لا أخذت حقك ولا انتقمت وأخذت زيادة. فهذا غاية كرم الأخلاق، ليس هناك أكرم من هذا الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى يعطي العفو والصفح. فإذا ربنا سبحانه وتعالى جملك بصفة العفو، اعلم أنك وصلت إلى أعلى مراتب الأخلاق، وستنال من الله عز وجل المغفرة التامة، المغفرة التامة. فهذا ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه، قريب مشى بالإفك في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقسم أبو بكر ألا يتصدق على مصطح، يعني ما بقي غير عرض النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أقسم ربنا سبحانه وتعالى بيّن بأن هناك شيء أفضل من هذا، والحكم ظهر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبكى أبو بكر وتصدق على اللي أذى النبي وأذى عرضه، وتصدق عليه وأجرى عليه راتب شهري. أي عفو هذا وأي صفح! فكما أن هذا الإنسان أخطأ واعتذر، فعليك أيضاً أن تقبل معذرته. أحبتي الكرام، يوسف عانى 40 سنة عليه السلام مما لاقى من إلقائه في غيابات الجب وفراق الأهل والوطن، ودخل السجن، ثم جاء إليه إخوته يعتذرون، فماذا قال لهم؟ ماذا قال لهم؟ وبماذا قابلهم؟ وهذا الأب يعقوب عليه السلام بعدما علم بما فعله الأبناء، ماذا قال لهم؟ ماذا قال رسولنا عليه الصلاة والسلام بعد كل هذا التهجير وما حصل لأصحابه؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. كأنهم كانوا في قبضته وأطلق سراحهم، كان قادر أن يأخذ الحق منهم وأن يعاملهم أقل شيء بالمثل، لكن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الموصوف بقول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو رسول الله الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما أحلى الصلاة والسلام عند قراءة سيرته والتعطر بذكره عليه الصلاة والسلام. كريم الأخلاق، كريم الشمائل، كريم العفو عليه الصلاة والسلام. جاء رجل اسمه غورث ابن الحارث، قام على رأس النبي عليه الصلاة والسلام والرسول مضطجع نائم، فسل سيف النبي عليه الصلاة والسلام فقال من يمنعك مني؟ فتح النبي عليه الصلاة والسلام عينيه فنظر إليه والسيف مصلت على رقبته، قال له الله، بالإيمان المطلق بالله بأنه لن يصله إلا ما قدر الله عز وجل عليه، من يمنعك مني؟ السيف بإيدي. وهذا الرجل مشرك متوكل على قوته وسلاحه، فلما قال الله هذه الكلمة اللي خرجت من قلب النبي عليه الصلاة والسلام، سقط السيف من يد غورث، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف، قال له من يمنعك مني؟ الآن أنت وقعت، ارتجف وارتعد وضعف وجبن، وسقط السيف منه. قال كن خير آخذ، أنت الآن قادر علي، فأريدك تعفو عني وأريد الخير اللي عندك والصفات. شوف الآن بدأ يطمع بكرم النبي وعفو النبي عليه الصلاة والسلام. قال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله. شايف؟ حط أي واحد بهذا الموقف والله ما تطلع من بين يديه، وين تروح؟ جاء دوري الآن. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام. فذهب رسول الله إلى أصحابه قال
قصهم وأشهدهم على القصة. فلما رجع غورث إلى أصحابه قال جئتكم من عندي خير الناس، والرسول ما أجبره ولا أكرهه على الإسلام، وراح يشهد يقول جئتكم من عند أكرم خلق الله وأعظم خلق الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك نجحت دعوة الإسلام ودعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبنية على قاعدة فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فتأمل أخي الكريم، إذا كان الذي سيعطيك مقابل عفوك مو بالعملة ولا بالحسابات ولا بالأرقام ولا بالهبات ولا بالعطايا، اللي راح يكافئك هو الله، وهو القائل فأجره على الله. فالحساب عندك كيف راح يكون؟ عزة وكرامة، حتى أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، يعني حسب الرياضيات أنت عطيت 100 درهم ناقص 10 صارت 90، عند الله لا، لازم تزيد 100. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لا تقول والله راحت علي وما أخذت حقي وتكلم علي وأنا ما انتقمت. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. طالما أنت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى فإن الله جل جلاله سيعوضك وسيعزك وسوف يعطيك أفضل من الموقف التي أنت تظن أنك قد خسرته. على صعيد الأسرة أيها الإخوة الكرام، ورسالتنا لأخواتنا كذلك المستمعات، يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ في صفات موجودة في الرجال من أهل الجنة وصفات موجودة في النساء. كيف المرأة تعرف نفسها؟ قال عليه الصلاة والسلام: الودود، تتودد إلى زوجها. التودد غير الحب، غير المحبة، غير الهيام والعشق. هذا التودد هو شيء متكلف. كم تسمع عن الحب والمحبة؟ هذه تفطر فيها القلوب وتصب في جذر القلوب، وهذا شيء قليل ونادر. طيب شو الحل؟ التودد، تأخذ لها وردة، تجيب لك ضيافة، وهي ما هي يعني ها جاء أبوكم، فيسكت الصغير ويلتصق الرضيع بأمه. فكيف التودد؟ التودد أنك تتكلف المحبة، تعمل شيء يؤدي إلى الحب، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، وتغير الموضوع. فالمرأة الودود من صفات نساء الجنة. العود على زوجها، تعود عليه بالخير، بالكلمة الطيبة، بالرأفة، بالرحمة، التي إذا آذت أو أوذيت، يمكن تغلط حتى هي من أهل الجنة، نعم، لأنه كل بني آدم خطاء، ممكن تغلط، ممكن حتى وهي من أهل الجنة ممكن تخطأ بحق زوجها، لكن لا تصر عليه وتستغفر الله وترجع. شوف سبحان الله، هذا الإسلام العظيم، دين الحياة، يقدر الظروف، يقدر الحالة النفسية عند الزوجين، عند الطرفين، ويعلمهما كيف يخرجان من الأزمات، لأن الحياة كلها مصاعب ومشاكل وصدامات، منافرات، مناقرات، مناظرات، مجادلات، حوارات، ساعة يتفاهموا 10 ساعات يتزعلوا، لكن الزعل هذا يجب أن لا يستمر. التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، يعني ما المانع الرجل أيضا يفعل ذلك؟ فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة ويهذبها ويربيها. فالمرأة تصالح زوجها، اليوم ظروفها تعبانة نفسيتها، أنت تصالحها، شايف؟ يوم هي تدللك ويوم أنت تدللها، تساعدها حتى تخرجها من الأزمة اللي واقعة فيها. فالعجيب عند بعض الناس يا أخي، الواحد جاي يشكي لك
فيزيد في همه ويزيد في حزنه. فالمفروض أن الإنسان كما وضع القاعدة أبو الدرداء رضي الله عنه وعن أم الدرداء، قال لها: إذا غضبت أرضيتك، وإذا غضبت فأرضيني، فإنك إن لم تفعل ذلك فما أسرع ما نفترق. إذا نحن ما شلنا بعض وتحملنا بعض وساعدنا بعض، كل واحد قدر ظرف الثاني وعفى وأصلح وسامح، فكيف تستمر الحياة؟ كيف تريد أن تستمر الحياة؟ يعني الرجل يقول لها: ما شفت منك خير، وهي تقول له: أنا ما شفت لحظة سعادة معك. فهكذا تبدأ المنافرة وتبدأ المناقشات العقيمة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصل به الحال أن يمزح مع أهله ويقدر لحظة الغضب. يعني لما عائشة كسرت صحن، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: غارت أمكم. فأخذ الصحن وكنس البيت وجمع الأكل، وأمر عائشة ترجع وتعطي صحن بدل الذي كسرته. حل المشكلة، ما تزيد المشكلة تتسارع إلى كلمة الطلاق. عائشة تقول: ورأسه. الرسول يقول: ورأسه. هي تقول: ورأسي يا رسول الله، رأسي يؤلمني. فيضع رأسه: بسم الله بسم الله، أعيذك بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما تجدين وتحاذرين، سبع مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. الدعاء يدخل عليها يشوفها بعد تعب البيت: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قالت: فضحكت حتى سقط رأسي في حجري. وقعت ومالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي يا عائشة؟ والله إنها دعوتي لأمي في كل صلاة، والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. عائشة ما صدقت كل هالدعاء لي يا رسول الله، ماذا بقي من الذنوب؟ فالحياة بين الإخوة بين الأصدقاء لابد أن تبنى على هذه القاعدة العظيمة المبنية عن العفو. والله الذي لا إله غيره، كنت أقرأ في أعظم دعاء، أعظم دعاء في رمضان علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة الحبيبة المحبوبة، حبيبة رسول الله بنت الصديق رضي الله عنهما. أغلى دعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ظليت أفكر بهذا الدعاء وقلت: والله لو أني أدعو بهذا الدعاء الآن، أقول لكم، لو أني أدعو بهذا الدعاء في حجة كاملة قليل، يعني واحد يروح الحج يطلب كل شيء، لو أني نويت أروح من هنا إلى مكة حجة العمر ولا أدعو إلا بهذا الدعاء قليل علي، قليل. لو أدعو كل عمري بهذا الدعاء قليل. تعرف شو معنى أنك تصل لهذه الدرجة فيعفو الله عنك؟ يعافيك من كل بلاء ومن كل شقاء ومن كل ضر، ولا يبقى عليك ذنب ولا يعيقك كرب، ما في شيء يفتك فيك لا بجسدك لا بصحتك في هذا الدعاء. ولذلك ما من شيء أعظم من أن تسأل الله العفو والعافية، من أن تسأل الله العفو والعافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا في أجسادنا وأبداننا وأموالنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وسعي مشكور، برحمتك يا عزيز يا غفور.